قوالب الكنافة بالمكسرات: 500 جرام كنافة، 3 ملعقة كبيرة سكر ناعم الحبيبات، كوب سمن مذاب. الحشو: نصف كوب فستق حلبي ناعم، نصف كوب جوز ناعم، نصف كوب فول سوداني ناعم، 3 ملعقة كبيرة سكر ناعم الحبيبات، و 3 ملعقة كبيرة ماء الزهر. للتقديم شيرة أو شربات. نبتدي نجهز المكسرات. عندي هون 3 ملعقة من السكر، ملعقة كبيرة طبعاً، حاول أوزعهم بهذا الشكل على المكسرات. إحنا قلنا تقريباً نحتاج ملعقة من ماء الزهر أو ماء الورد. بحاول أقلب المكسرات لغاية ما تصير عندي زي المعجون بهذا الشكل. حبتدي أقطع الكنافة شوي بالطريقة هاي. حوزع عليها السمنة، بأخذ حوالي 3 ملعقة كبيرة من السكر وأرشهم على الكنافة. ابتدي أخذ شوي من الكنافة وأضغطها بشدة أو بقوة في داخل القالب بهالطريقة، وأبتدي أدخله الفرن على درجة حرارة 180 لحوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة. الكنافة أصبحت عندي جاهزة. إنه نغطسهم بهذا الشكل بالشيرة، مجرد ما تتغطى هيك بالشيرة، وبرضو حنقلها على الشبك عشان نتخلص من الشيرة لزيادة بالطريق. هاخد مثلا، أخذنا شوي من الفستق الحلبي، بحاول أخده وأضغط عليه بإيدي بالطريقة هاي، ما نكتر يعني هيك مقدار، وأدخله في داخل التجويف بهالطريقة. كل ما كترنا كل ما كان عطاني طبعا طعم أطيب. يبقى عندي أقراص الكنافة، وصفة جديدة وفكرة جديدة فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.